أنا مش هسكل على حضراتكم، ولكن في عدالة وبإيجاز شديد. أول لقاء كان مع معالي النقيب في دولة انتخابية في سوهاج، والتقينا مع جمع من السادة الزملاء المحامين، فقلت له قولا واحدا: يا معالي النقيب، أنت بإذن الله ناجح ناجح ناجح، وكل المؤشرات تقول أنك ناجح، وكل الحسابات تقول أنك ناجح، لأنك رجل صادق في حديثك، وصادق في وعودك، وصادق في عهدك، وتحافظ على أصدقائك، فأنت رجل بمعنى الكلمة. وكل الذي نطلبه منك أن يكون وعدا منك صريحا للزملاء المحامين في سوهاج، أن أول اجتماع بإذن الله في نقابة المحامين لابد أن نأخذ قرار بشراء أرض ملكا لنقابة محامين سوهاج، يقام عليها ناد لمحامين سوهاج الذي طال انتظاره، والذي هو أمل، والذي هو حلم لكل محامي من محامين سوهاج. ولقد تحقق الأمل، ولقد تحقق الحلم، وجرت أمور الإجراءات في عدالة وفي سرعة في وقت قصير جدا. وأنا يعني مش عايز أقول إن إحنا زي نادي جليم زي الزملاء ما بيقولوا، لا، إحنا إن شاء الله هيكون نادينا على غرار نادي جليم، بل أحسن ويزيد من ذلك. ليه؟ نادي جليم على مستوى عالي، وإن شاء الله نادينا هيكون على مستوى عالي، وإن شاء الله هيكون فيه 20 غرفة فندقية للسادة الزملاء المحامين القادمين من خارج سوهاج، لأن النادي يكون قريبا من مطار سوهاج. فتحدثت مع معالي النقيب بأن تكون هناك غرف فندقية للسادة الزملاء المحامين من خارج محافظة سوهاج، حتى لا يبحث عن فندق ليستريح به أو مكان آخر غير ناديه.